السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي ترد السحر على من سحرك؟ يعني لو حد عمل لك سحر بالجنون هيجن هذا الشخص، ولو حد عمل لك سحر بتعطيل الزواج وهي امرأة كبيرة في السن أولادها هيصابوا بأشد من اللي أنت أصبت به، ثم إن الله عز وجل يفرج عنك ويكشف عنك سحرك وترزق بالزوج الصالح وهي أولادها تتعطل حياته. ولو في امرأة عمل لك سحر بالأمراض ستري في جسدها عجب العجاب، وده الطريقة يعني سبحان الله من القرآن الكريم. ولكن سبحان الله أنا عايزك يعني تتأكدي إن فلانة هي اللي عملت لك السحر، لأنك أنت هتحط الشخصية ديت في ذهنك، ثم أنك أنت تقومي بالورد اللي أنا هقول لك عليه، ثم لو إن المرأة ديت هي فعلا اللي عملت لك السحر هتكون سنتها لا يعلم بها سوى الله جل وعلا. أول حاجة أنا عايزك تركز في نقطة معينة وتديني فكرك فيها. الإنسان اللي هو بيروح يطلب السحر من الساحر أول حاجة بيكون كفر بالله جل وعلا، فهو إنسان غير مؤمن. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد علموا لمن اشتراه، يعني الإنسان اللي يروح يعمل لحد سحر معناته أنه ملهوش في الآخرة من خلاق، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم بعد ذلك السحر ما أصابكش أو ضرك إلا أن الله عز وجل أذن بإصابتك بهذا السحر. طب هتقول ليه أنا أصبت بالسحر؟ هقول لك لا ربما أن فيك ثلاث صفات، الصفات دي كل شخص أصيب بالسحر بيكونوا موجودين فيه إلا البعض بيكون استثناء وابتلاء. أول حاجة الحرص الشديد والحسد والكبر. ممكن واحد يقول لي طب النبي صلى الله عليه وسلم سحر، النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر الله عز وجل ضرب المثل به لأمته إن هم يلجأوا لله جل وعلا حينما يصابوا بالسحر، ويعلموا أن هذا الابتلاء سوف ينتشر في أمة الإسلام، ثم أن هم لما يلجأوا لله جل وعلا ويطلبوا من الله جل وعلا النصرة والمعونة يرفع الله عز وجل عنهم هذا السحر. أنا مش عايزك أنك أنت تروح لراقي واثنين وتخلي كل فكرك واعتمادك على الراقي، لأن الراقي لا يملك لك حول ولا قوة، إن القوة كلها بإيد ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو من أذن لك بالضر، والله عز وجل هو من يرفع عنك هذا الضر. فكل ما عليك أنك أنت تحسن الثقة بالله جل وعلا، ثم أنك أنت هتعمل البرنامج اللي أنا هقوله لك ده. البرنامج اللي أنا هقوله لك ده هيقضي لك على الإنسان اللي سحرك. ليه؟ لأن أول حاجة اللي سحرك ده معناته أنه سلم نفسه للشيطان، وبعد ما سلم نفسه للشيطان باع روحه له. بعد ذلك إن الشيطان بيستمتع بيه والساحر بيستمتع بيه، فكل هؤلاء بيرتكبوا كبائر. والإنسان اللي بيرتكب كبيرة سهل جدا إذا كان الإنسان وجعت عليه منه مظلمة أن يرد عليه هذه المظلمة في الدنيا قبل الآخرة. ثم إن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن ربك لبالمرصاد. فأنا عايزك إنك أنت تركز، لو في حد عمل لك سحر أو أصابك بسحر أو خطط إن هو يعمل لك سحر سفلي، كل ما عليك إنك أنت هتجلس في غرفة لمدة 5 أيام من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، أو الأوقات اللي بيكون فيها وقت الإجابة مستجاب، زي مثلا الثلث الأخير من الليل بعد صلاة الفجر، بين الفجر وبين الضحى. لكن أهم حاجة إن إحنا لما نعمل البرنامج ده هنتوضى لله جل وعلا، ثم هنصلي ركعتين لله. الركعتين دول تصليهم وانت بتطلب يعني ايه سنة الوضوء لو كانت بعد العصر، اما لو كانوا بالليل تصلي ركعتين حاجة لله جل وعلا، ثم تدعي بدعاء ايوب عليه السلام: يا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا رب إن الشيطان مسني بنصب وعذاب، اللهم اصرف عني كيد هذا الشيطان. ده في سجودك. ولما تفترغ من الصلاة وتسلم عن اليمين وعن اليسار تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 30 مرة، ثم بعد ذلك تقول حسبي الله ونعم الوكيل 100 مرة، ثم بعد ذلك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 69 مرة، ثم بعد ذلك تقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 20 مرة. تمام كده؟ عايزك انك انت تركز بقى في اللي انا هقوله لك الجاي ده، لان ده اهم شيء. هتفتح القرآن الكريم على سورة الرعد، ثم تقرأ سورة الرعد بتمعن، هتأتي عند آية مباركة. الآية دي تقول ايه؟ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. عايزك انك انت تظلل تكرر في الآية دي قدر ما تستطيع. لو استطعت انك انت تكررها 70 مرة فده ممتاز، كررتها 60 مرة فده برضو ممتاز، كررتها 100 مرة فده ممتاز. ثم بعد ذلك السجدة لما تأتي فيها
تسجد لله جل وعلا هذه السجدة، ثم بعد هذه السجدة وانت في قلب السجدة تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن دي دعوة سيدنا يونس، وربنا سبحانه وتعالى هو من ألهمها لسيدنا يونس. واحد الصحابة كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل هذه الدعوة خاصة بيونس عليه السلام وحده يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هي لعامة المؤمنين. فأنت قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عايزك أنك أنت ترددها وأنت متيقن أن الله عز وجل يستمع لندائك، يستمع لدعائك، وأن الله عز وجل سيكشف ما أنت فيه من ضر، والله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. ثم لما تتلو هذه الآيات وأنت متيقن أن الله عز وجل معك وأن الله عز وجل ناصرك، تحاول أنك أنت تقرأ صورة تانية. إيه هي الصورة ديت؟ صل على النبي صلى الله عليه وسلم، زيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي صورة المرسلات. تقرأ صورة المرسلات، وبعد ما تخلص صورة المرسلات هيكون قدام منك يعني شوية قمح أو مية أو أي شيء يؤكل، وتوكله لدواب الأرض، تنفس في هذا الشيء اللي بيؤكل، ثم بعد ذلك تحاول أنك أنت تنشره في مكان تأكله الطير أو تشرب منه الطير أو توكله لأي دواب فيها أرواح، وانتظر 5 أيام بالضبط، تستمر 5 أيام وتوكل الطير أو توكل الدواب. 5 أيام بالضبط هتلاحظ شيء عجيب جدا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشان أقول لك الشيء ده إيه. أول حاجة في اليوم الخامس، لو أنت عارف الشخص اللي هو عمال يعمل لك سحر وما أنتش قادر أنك أنت تصد السحر بتاعه ده، هتبص تلاقي أولا إن هو أصيب بمرض، أو حد عزيز عليه أصيب بمرض، أو وجع عليه ضر، أو وجع عليه مكروه، ثم إنك أنت هتعلم بالضر ده وبالمكروه ده بإذن الله جل وعلا. هذا برنامج إن شاء الرحمن مجرب، فأنت مش هتخسر حاجة لو أنت جربت أنك أنت تقوم بالبرنامج ده لمدة 5 أيام. أول حاجة هتبص تلاقي أن الأعراض اللي أنت كنت بتعاني منها، زي مثلا في ناس بتشتكي من صداع والصداع ده ما بيخفش عندها نهائيا، وتظل تعاني من الصداع ده فترات طويلة جدا وما فيش أي نتيجة ولا في أي شفاء من الصداع، هيختفي من عندك الصداع ده. ولو بتعاني من أي ألم موجودة في جسمك والألم ديت متفرقة ومنتشرة في جميع أنحاء الجسد، انت هتلاحظ في اليوم الثاني او اليوم الثالث ان جميع الالام اللي موجوده في جسمك اختفت نهائيا من الجسد، تمام؟ بس اهم حاجه انك انت توكل الطير او توكل اي حاجه من دواب الارض يكون فيها روح، وتعتبر ان الشيء اللي انت عملته ده صدقه، ثم بعد ذلك تحاول انك انت تتقرب الى الله جل وعلا باي قربان، بمعنى انك انت تطعم مسكين، ثم وانت بتطعم او تتصدق بصدقه، وبعد ما تخرجها او تطعم المسكين تقول يا رب انا مسني الضر وانت ارحم الراحمين، اللهم اكشف عني سحر الساحرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، اللهم ابرئ جسدي مما اصابه من السحر والحسد. ده افضل برنامج هتقدر من خلاله انك انت تقضي على من سحرك، وتقدر انك انت تنتصر عليهم باذن رب العالمين، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب القبول فيه، فحاول انك انت تجربه، مش هتخسر اي شيء، هو برنامج من المجربات، لكن يحتاج منك انك انت تتوكل على الله وتنفذ هذا البرنامج، وسترى بأم عينك ما يحدث لمن سحرك وما يقع لمن سحرك، وستحمد الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى رفع ما بك من ضر وانتقم ممن هو ظلمك. المقطع ده ما تسيبوش يقف عندك، شاركوا لغيرك، دوس لايك وادغط سبسكرايب وفعل الجرس، وانشروا لأصحابك وأصدقائك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.